بفارق 8 نقاط يلعب بحتمية الانتصار وتجنب اهدار النقاط، وخاصة تأكيد الانتصار العريض الذي عرجه في الجولة الماضية ضد إنجي بأربعة أهداف لصفر. بين ترجع الكرة معاكسة والمخالف بعد أن استنفر عقوبة طويلة من مودريتش بالرأس تعدي الكل. جوتينيو يعطي لتنفيذ أوساسونا بابيرون حراسة المرمى توني كروس فيرلاندي تشاميني والكابتن كريم بنزيما اللي دي كرة خاطئة فيها جول فيها جول ضاعت هدية دفاعية من أوساسونا سدد التصوير ممتازة التوزيع جول غريبة روديغير وبوديمير تبدأ لعبة مرتدة طويلة طلب الكرة من زرزوني تدخل ناتش يوزع التصوير لفينيسو جونيور يوزع فالفيردي بالتصدي والتصوير يوزع زياري الكرة وتسديد تاتشو في مدريد وفيران توريس طويلة الكرة وبعيدة بدون عنوان مودريتش أو كرويف الكرة الكرواتية ميليتاو لرودريجو تال كرة غريبة جاء الشوط الأول كرة اختراع ميليتاو بعيدة بدون متابعة هجومية تعدي كرة يا سلام الريال في وسط الميدان من إدير ميليتاو يحاول الهروب لكن يرجع كسير الزلزولي جول غريبة بوديمير الكرواتي فرصة رودريجو رودريجو غريبة غريبة وعجيبة كرة بعيدة لرودريجو في دفاع لفريق أوساسونا كرة ممتازة أعلى وفينيسيو جونيور جول جول لا الحكم يلغي الحكم مونيرا مونتيرو هدف أبيض لكن الريال لأول مرة يصل للشباك فريق أوساسونا في الانتظار لقطة رائعة من كراتي انتر فينيسيوس يعادل ماذا يفعل ماذا يفعل فينيسيوس جونيور يفعل المستحيل ويضيع السهل الممتنع التوزيع والتصدي التصوير ريمين غارسيا والكرة بعيدة رودريجو جوميز موي جوميز التصدي القائم الايسر لتيبو كورتوا كرة عالية فالفيردي التصوير غريبة مرة أخرى مورينو يوزع بالرأس أنابا مونكايولا مرتدة غريبة رائعة سر فينيسيوس التسويق يوزع جول 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 الملكي يا عيني الملكي يا عيني لرقمية